بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الليلة النورانية المباركة نجتمع في ذكر الله ونستمع إلى آياته التي نزلت وحيا ورحمة على رسوله الرحيم، حيث اختاره لحمل هذه الأمانة واصطفاه للحفاظ عليها ليبشر بها للعمل بهديها ليقربنا إلى الله زلفى وحسن مآب. والآن أغاريد السماء بدا صداها ترددها المشاعر في خشوع كأنفاس النسائم حين هبت على قلب جريح في الضلوع. تعالى الله يشفيني بحب يشيع النور في الروح الولوع. ممن كل هذا؟ من ملك المقرئين الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن تربع على عرش المجد وحده، وبعد أن سجل له التاريخ اسمه بأحرف من نور، خادم القرآن الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. والسلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مصطفى إسماعيل، مقرئ إذاعة جمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله أكبر الله أكبر
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله انت حبيبك يا فتاح يا عليم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سيدنا حمزة حبيبك وصاحبك ما تسيبوش كمان في الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع. وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء يسقى بماء واحد. قدرة يا عظمة.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع. ونخيل صنوان وغير صنوان. الله أكبر. يا رب. وزرع ويفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. انت ركن من الجنة. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في
ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الداد وكل شيء إن عنده بمقدار. يا سيدي الله أكبر. عالم الغيب والشهادة. الله الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الترتيب الحلوة يا سلام. بقول لك انت حتة من الجنة تقول لي لا. ليه ليه؟ انت هتل. الله يا عم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر. ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله هو حي. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب.
الغيب والشهادة. الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار علم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف وسارب بالنهار. وبعدين الملك عم احمد وبعدين الله اكبر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله أكبر. الله يا متين. الله يا متين يا مصطفى. حفظك الله. ولا حركة من دول بتتكلم حتى. الله أكبر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا
مرد له وما لهم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل صواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون
تستجيبون لهم بشيء. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوات الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض هو قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بينا الارض كمل على بقيتنا انت الليله مالكش دعوه قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض الله 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 السماوات والأرض قل الله يا أكبر يا هادي يا هادم قل ما رب السماء يا فتاح
الله اكبر. الله النبي. قل الله قل أفتخذتم من دونه قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل أفتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم انت ابن حلال بس تعرف وانت كمان انت عارف الثانيه اللي كنت قلت لك على حلال وطرب ايه النادي عامل حاج مصطفى ما طبعا انت مش بني ادم بتعرف يا اخي انا عرفت ان انت روحه شغل بقاله 30 سنه ده شغل اللهم صل على النبي الله يديك العافيه قل هل يستوي الأعمى والبصير والنبي الشيخ مصطفى بيسمع نفسه ومطلوب من نفسه ويغني لنفسه قول يا حبيبي أما هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور
لا ما شاء الله. ده شو من 73 بقى ولا 74؟ الله اكبر. الله اكبر. الله يديه الصحه يا شيخ. قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل قل أفتخذتم من دونه قل هل يستوي الأعمى والبصير أما تستوي الظلمات والنور أم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يا مصطفى الله اكبر يا ملهم يا ملهم انزل من السماء ماء
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم. وبئس المصير. يا سلام. كاتر يا رب. كاتر يا رب. ارحم عبيدك. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. وبئس المهاد. الله يكرمك يا عم. ما هتطلب 400 هيدوك برضو الناس مش هب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق
كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. كمان عشان خاطر الرشاد انما يتذكروا اولو الالباب. انا لسه فاكرك لسه بس انا معاك كده وخف بقى. انما يتذكروا اولو الالباب. لا لو اتكيت هنا مش لعرق عادي اشتغلت لك. لا هتميل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية.
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم بالله ما شاء الله إيه التجلي ده والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة الله أولئك لهم عقبى الدير جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الله 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 ال
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. والملائكة يدخلون عليهم فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. اللهم انت الشفيع وانت الشفيع يا رب. اللهم صل على النبي. لا سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله
من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا إعجاز الله.
مش انا يا سيد ابراهيم. ده يا عجازي ده الثاني سامح يا عم. ايوه الله الله اكبر. ربنا الواحد بيحضر الناس والله. افتح يا فتاح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اعتراف 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 مرمط بنا الأرض مرمط. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين امنوا الله اكبر ايوا النبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله أكبر. الله يفتح عليك المولى. صلي على النبي. ما شاء الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو. يا حلاوة يا حلاوة الله عليك قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت يا ملك
بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. يا سلام يا سلام بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف
يخلفوا الميعاد. سبحانه وتعالى يا صنع صلي على النبي صلي على النبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين ويطيل في حياة الحاج إبراهيم الكحكي وإخواته فتحانهم جميعا